السلام عليكم البنات، كيف دايما لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير و 5 كما العاده. اليوم مع فيديو جديد كما شايفين، نتمنى انكم تكونوا بخير صحيحه 5. المهم حنا في الكوزينه وليت ديما السلام في الكوزينه، حيت اصلا انا وليت ساكنه في الكوزينه، ما كنخرجش من الكوزينه. راكم عارفين ها الفطور الدراري، ها الغدا الدراري، ها الكوتي الدراري، ها الفطور ديالنا حنا اللي خصنا نوجدو. كما كنعرفو حنا هاد الشهر رمضان كاين اللي كيزيد في البوا وكاين اللي كينقص، يعني على حسب كل واحد. كاين اللي مثلا كتلقاي كيولي من الفطور للفطور عاد كياكل وماشي وكال، وكاين اللي كتلقاه كيزيد في البوا على حسب. المهم انا كنت من النوع اللي كنقص في رمضان، هاد العام ما بانش ليا راني كنقص. المهم كنت زاد صراحة، قال لي احمد حاولي انك تبقي تاكلي الحوايج اللي صحيين. انا ما نكذبش عليك، في رمضان عزيز عليا الملوي، عزيز عليا الملوي بالبصله، عزيز عليا داكشي كاع اللي كيغلط. المهم اليوم مشى لالا السي احمد، مشى يصيد في البحر وتهز ليه واحد مولاتي الحوته ما نقولش لك. صحاب لكم دابا تنتفلى عليكم بلاتي، لا تختي بلاتي، لا تقولي كنتفلى عليك بلاتي. باش تقيني مزيان، لا سي بلاتي باش تقيني. هاي اختي، هاي الصنارة، هاي عاد جا هو كيدوش. لحقاش ريحة الحوت راكم عارفين في مهدية، ما نقولش ليكم. بقيت حالة فمي فيها، قلت ليه واو على حوتة جبدتي. المهم انا نوريها ليكم. هاي اختي غسلتها، رديتها كتشقشق كتشقشق، ودابا غادي نطيبها واحد الطيبه يا لالا بالبنه هي، باش غنفطروا غنفطروا غير انا وبناتي بها، حيت حنا ما كياكلش الحوت. حماد اتنضحك معاك، من نهار تزوجت حماد، من نهار تزوجتو باقي ما والداش ما سلمى، وهو كيصيد. شوف هو كيصيد وهو كيشري صنانة، ولكن عمرو صيد. واحد النهار يا لالا مولاتي حمد فين غادي، غادي نصيد. الناس كيصيدو بالدود، شي حاجة اللي هكا يعني، شي حاجة اللي باش يصيد. انا حمد واحد العام يا اختي ولا كياخد السردين، ويلي هذا واش عنده شي دار اخرى؟ كل مرة غادي ليا بكيلو السردين، جوج كيلو السردين، داك السردين كيحمق يشدي ويديه في الشواية بلا غسيل. تا لقيتو كيمشي يغدي الحوت، ويلي الناس كيمشيو يصيدو وانت كتمشي تشري الحوت باش تعطيه الحوت ياكلو. شفت الشي ناري قفرتها مع حماد، حيت هو كيموت على شي حاجة سميتها الصيد، من الهوايات ديالو. تيقول ليا انا ماشي الهدف انني نطلع حوته، انا غير نجلس ديك الجلسه. والله ما بغيت. حماد اجي تكلم، اجي عمر كيعيط لك في الطوموبيل. اجي العاقل وصلت لك العاقل؟ لا اجي نقول لك شنو قلت لهم، اجي دابا اجي نقول وصلت لك العاقل. اجي هذيك صيدتيها من الشهر وصيدتيها؟ لا اجي هذه اللي صيدتها لي الصباح، اجي اجي اختي نعسه. راه تعرفت الحوت على الذكور هنا راه مخبي. دابا بصراحه شنو كيعجبك في الصيد؟ شنو تعجبني؟ شنو كيعجبك في الصيد؟ الكالم. واخا ودابا دابا واخا ما تصيدش، مابقاش عندنا الحوت هنا في المهدية قليل، مابقاش عندنا الحوت خاصني نطلع في الصحراء. المهم واحد المرة كنا مشينا لمولاي بوسلهان، ياك مولاي بوسلهان وسميتو هبط حمد كيصيد، وديك البلاصة صراحة ما فيهاش الحوت. عقلتي حمد ما صيدتش وحدي صغار، وي ولكن ما كاينش الحوت الكبير فهمتي، صيد وكنا نطيبناه. طيبتي طيب. المهم داك سميتو، هذا سميتو ماشي في البيض،
المهم كان صيد واحد الحوته بحال هكا في البيض وكانوا زوينين، ولكن هو تيقول لي ديما اسمع انا ماشي كنمشي زعما باش نصيد القرش، انا ماشي كنمشي باش نجيب لك افوكان، انا كنمشي باش نجلس في واحد الكال، ماشي الغرض من عندي انني نهز النار نلقى فيها الحوت. ياك هادشي اللي كتقول لي هادي هي الهوايه صح. ما تجلس تكلم مع راساتك وجاب الله هياك مرحبا ما جابش الله مرحبا. ولكن كاينين بصح زعما كيصيدوا ولكن كيتلقوه هذاك لا هذوك مثلا اللي كيصيدوا راه تيمشي كل نهار تيمشي مره في 10 سنين. بصح يعني حيت حتى هادشي كيوليو يعرفوا لا براتيك ديالو كيعرفوا البلايص اللي فيها الموجه بلاصه ياك احمد كيمشي مره ولكن من العشاق ديال هادشي كيموت على صوت النار. ما كاينش خدمتنا ما تخليناش نديرو بزاف الحوايج. بصح هو كيموت على زعما انه يمشي للبحر ويجلس مكالمي عزيز عليه. احمد نعم الى مشينا هاد العام ان شاء الله للسعوديه وكتبوا ربي سهل ديها معاك حيت كاين داك البحر تما واعر باغا ان شاء الله نمشي للسعوديه. المهم الله يخلف عليك احمد على الحوته. المهم حاولنا اننا نخلقوا واحد الجو اللي نشوفوا مع بعضياتنا ونديروا واحد يعني نديروا واحد لومبيونس في لا فيديو. راكم عارفين طياب 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 بنادم الدار 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 دونك كيقنط شحال واحد كيتبعنا حنا كيوتيوبرز باش كيفوج على راسو باش يدخل يشوف ياك ماشي شي هيوه زوينه يتفكرها لحقاش. بحال دابا انا ديك الوصفه اللي درت لكم ديال فلفله عامره شحال وحده قالت لي مسكينه والله يرحم ليا امي كانت كديرها ليا شحال وحده قالت لي وفاش كنا صغار اختي كانت كطيبها دونك بحال تفكروها. المهم يلاه معي نوجدوا الحوته ديالنا. المهم البنات اول حاجه غنبدا بها واللي هي الحشوه باش غنعمر الحوته ديالي. هنايا دايره الشعبيه الصينيه غير باكيه صغيوره الشامبينيون خديت شويه ديال الزيتون مقطع قزبر ومعدنوس ها هو هنايا راه ما باينش لكم. المهم راني دايره تما انا غادي نسوطيها شويه. كاين اللي كيعمر نيشان هكا يعني كاين اللي هاد الحشوه هادي كيديرها نيشان كيعمر بها انا لا غير كنبغي شويه الشامبينيون دخلوا شويه الطياب. المهم غندير عليه الملحه معلقه ديال الكمون نص معلقه البزار الهريسه اولا هذه ديال اللي كنقول لكم ديما هذه السودانيه وتيلا عندك الهريسه ديريها فهي كتجي زوينه والصوجه الصوجه باش كتعطي ديك البنه والقطات الزيت البلديه البنه. وغنمشي نشرب من الحوته ديالي بنمد شويه هاد الحشوه هذه تشحر ليا مزيان. معلقه التحميره البنات ممكن كاين اللي تبغي مثلا الا عندها الكروفيت دير في هاد تزيد الكروفيت المهم اللي بغيتي انا درت غير صراحه غير شامبينيون حيت هو اللي عندي. المهم البنات هذه هي الحوته ديالي المهم غسلتها مزيان بالحامض والملحه والخل المهم رديتها هكا تشعل محلوله من الكرش ديالها شتي شحال غرقتها ماشي من الظهر. المهم هاد الحوته هادي غادي ندير ليها هاد الشرموله ديالها واللي هي معلقه الملحه شويه ديال الخرقوم البلدي التحميره الكمون البزار قزبر معدنوس شويه ديال التحميره شويه ديال مطيشه الحك وهنايا الحامض معصر. المهم كاين اللي يقدر يدير عوض الحامض الخل ولكن نفضل انا الحامض. المهم غادي ندير هاد الحامض على هاد الشيء وغنبدا نحرك هاد الشيء مع بعضياته. المهم البنات شوفوا كي جات صراحه انا كنموت على شي حاجه سميتها الحوت عزيز عليا الحوت
عزيز عليا هكا الكبير وعزيز عليا نعم وعزيز عليا السردين. هادو ما انواع الحوت اللي عزيزين عليا. ما عنديش مع صراحه ما كناكلش بزاف الكبابات الكالامار، لا انا هذا الشيء اللي عزيز عليا. المهم ديكوريتها بهذا الشكل هكا. المهم انا خليت الحوته محلوله، ممكن انك تسديها. درت طريفات مطيشه البصله بطاطا وبقيت غدا بنفس الطريقه. هنايا في الجنيبات درت البصله وتحت من الحوته راني فرشت ليها البصيله. دابا غادي ندير هذيك الشرموله اللي شط ليا، غادي ندير فيها شويه ديال الحامض وغادي نديرها هكا من الفوق على هاد الطويجين هذا. كيجي يا سلام وصحي البنات. رمضان كنبقاو عاطينها غير الشباكيه والبريوات سميتو، فمره نعاودو نرجعو عاوتاني للخضر، نعاودو نرجعو للطويجنات الصحيين. المهم انا غادي ندير لها شويه زبيده بلديه وديك الشرموله. ودابا البنات غندير ليها بابي الومنيوم باش ندخلها للفرن. المهم البنات انا غندخلها للفرن. احمد بغى الفريت بالبيض، الفريت بالبيض ها هو عدته ليه وكيجي كيعاوني يخلي معايا الا بان ليه ما يتقلى. انت الحوت اللي صيدت اسماء صيد اه ايه ها انتما البنات تشوفوا هذا اللي طيب ليا زماني. هذه راه كانت تتسالى هذا الحجر اللي تقول لي هذه هزني الديني. قالت لك هذه كانت كتسالى حدا الحجر وقالت لي غير هزني الديني زعما. شافني ما صيدت والو ياك. ها كنضحكوا. راجلي عزيز عليه بزاف ديال الهوايات، منهم هذه الصيد، منهم عزيز عليه الكليبات هكا يعتني بهم وداك الشيء. وما نساوش الشيف احمد، ما نساوش الشيف احمد. تمك انت مالك الله يحفظك لي يا حبيبي. هانتوما هانتوما الفريت بالبيض كيصرعها كتجي بنينه. المهم صوب الفريت بالبيض كتجي طورطيه يا سلام. صافي هادشي باش غنفطروا وبرات اتاي البنات. سلا ليا الملوي غدا خصني موني، هو موني المسمن هو موني الحلوى موني. غدا خصني نعجن الملوي حيت صافي ثلاثة اللي بقاو احمد البارح تسحر بجوج ودابا بقاو ثلاثة هما كنسخنهم بح. عاوتاني غدا ان شاء الله ندير شي مولاي الطرح اللي كيدي لي واحد 4 ايام كنبقى مرتاحة من الملوي حيت احمد ضروري يوميا الملوي. المهم يلا يلا بدا رمضان بدينا نحسو براسنا بدينا نعياو ياك. لا لا صافي ماشي من الصيام من الكوزينه يا ودي يا سي احمد. هذا هو رمضان هذا هو حلاوتو. وي هذه هي حلاوتو الصراحه، حلاوتو هي الوقف في الكوزينه. برد على قلبك. لا لا حلاوة رمضان هي الصلاه والعباده والدين. حنا كنكتبو من الشهيوات و خصنا نكتبو من الصلاة والله العظيم. المهم نرجع هاد الأتاي هدا حتى اللحظة الأخيرة عاد كنبقى نقلب و نشقلب. صراحة في اللول تا رمضان البنات كنت كنبغي غير قهيوة، ولكن أتاي الصراحة حتى نتا أحمد ياك في اللول يومين اللولة شربنا القهوة قلتيلي لا لا مقديتش عليها. أتاي كيجي خفيف بمات هما. اليوم غنفطروا غير هنايا في الطبيله. علاش؟ لحقاش ملك هكا اللعاب في الصاله اللي امبوسيبل نمشيو نجمعهم حيت لاباطا موديلي. المهم ما نقولش لكم شي لعاب عجبهم اليوم بابا ومن يوبي. الصراحه ما كنبدا ندير لهم الجديده، راكم عارفين الدراري الصغار ديال اللعاب الدنيا مرونه تما عرفتي، خصني نسالي وعاد خصني نمشي نجمع ديك لاباطا موبلي وداك الشيء كامل. دونك قال لي احمد خلينا نفطرو غير هنايا حسن. المهم ها هي الحوته ديالي غنجي نحطها. موني اش كتلصق لك شي اغنيه في مخك نهار كلهم تدندني بها سيدي؟ جابوا الغرام جابوا الغرام الزايدين، جابوا الغرام ماشي حرام الزايدين، جاي يسقي عويناتو بيا الزايدين والزغبي
كيموت عليا. يا اختي الحوزه اللي جاب راجلي، ها هي اختي الحوزه اللي جاب راجلي. جبتها طايبه واجده صيدها ليا من واد سبو. هانتوما اللي بجلاتهم في القناه راه باغيين يصيدوا، ما عليك غير بواد سبو. ما دير خير ما يتراكاش البنات، الحوزه ما عجبك حال والله الا هادو هما العيالات كذبوا. المهم بنات تكينعسوا بناتي، عاد كنوي انني نغسل وجهي و تاني نمشي نتكا. المهم جمعت لا عاوتاني مشى طاف مشكله. هاتي ديجا هانتوما تقمجو تحيدو، ما نكذبش عليكم مشاو لحقاش المعان و كيبقاوش الطفاب. المهم هادشي لي كاين، غسلت المعان جمعت الكوزينة دوزتها ليها بالجفيفة. صراحة اليوم ما جفيتش الدار، صافي عييت عييت مالك اليوم ما عرف مالها، جعرات واحد الجعرة ما بغاتش تجلس بسلامتها اليوم نهائيا. هي اصلا من نوع زعما اللي حركية، ولكن اليوم بزاف سخفت معها، سخفت هدايا صاي. المهم نغسل وجهي بهذا لغوش بوزي، كتعجبني هادي كترغوي. باش ما نكونش كنتفلى عليكم، ماشي يوميا كندير الماسك لوجهي، كنغسل وجهي يوميا في الليل وكندير كريم دو نوي صافي. اما الماسك يوميا ما كنقدش كنعيا. المهم اليوم جات على بالي ندير هاد الماسك، هادو كانت جابتهم لي خالتي من كندا، صحيه ليها من هنا. هادو ماسكات زوينين، كان جات ليا ديال الذهب، هذا ديال البلاتينيوم، هذا ديال البلاتين. المهم غادي نديرو ونمشي غير واحد ربع ساعة ونرجع. ديما الماسكات ديالكم حطوهم في الثلاجة، باش فاش كتجبديه بارد. وديجا البشرة ديالنا زوين ليها الما بارد أولا الما اللي متلج مزيان البشرة ديالنا. على هدوء البنات الكرام، عاد عرفت شناهي المعنى الحقيقي ديال بغيت نتصمت لعظامي، كانت كتقولها لنا ماما وكنضحكوا عليها. عاد عرفت شنو كتعني ديك بغيت نتصمت لعظامي. انا دابا فاش كينعسو بناتي كنتصمت لعظامي، الهدوء نعمة. مهم كون دابا درتو مالك كاينة كون غنتشاتو ليه. المهم نمشي نتكا شي شويه واحد ربع ساعه ونرجع عندكم. استغلوا الفرصه فاش ولادكم ينعسوا وتهلاو في راسكم. النهار كله حنا هاب 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 هاب، النهار كله حنا نبحو. قلت صفصاه هداي، قلت طلعي دراجي عندك، طاح ناري ويلي عندك. فاش ينعسوا تكالماي افتحي، ولو كاع انك ما ديريش الماساج او لي ماسك، غير ارتاحي وتكاي وتصنطي لعظامك. يلا نمشي نتصنط لعظامي ونرجع. يلا هادي هي ديال قالت الحزينه تي فرح ما لقاتش لها ماطح، مشيت نتكا زعما ندير الماسك ونتكا. احمد قلبي لي على هادي، قلبي لي على هادي، قلبي لي على هادي، ما جلستش زعما كنتشكى عليكم بشويه وهو اللي غيمونطيه. شوف السي احمد الله يرحم به الوالدين، انا جايه نتكا زعما ندير الماسك، ما خليتينيش نجلس اصاحبي. المهم تيجيب لي هادي، فين هذا؟ عاد جا هو يقطع فاروق وبونغيل هادي ايوا. واش كطرى ليكم حتى كتنوي انك ترتاحي؟ كيف
ضحكني قال لي كتصاوبي وجهك ما تصاوبيش ليا انا. عليش الله ماشي احمد انت رجعوا عليك الحبوب عندنا كالبنات كياكل البيض بزاف كتاكل البيض بزاف كياكل البيض في الملوي والبيض مسلوق جوج وفي الليل كينوض كيدير ليه البيض هاج عليك الحبوب احمد بزاف دابا ندير لحبيبي السوان ان شاء الله فوقاش بغيتي دابا اين هو اللي بغيتي ديال 200 درهم ولا ديال 400 درهم الحبوب المهم انا هاد اللي كندير ديال فيشي دو جوغ دو نوي راني كنقولها لكم ديما الصراحه عطاني لك لوجهي بزاف وجهي كيصبح ليا طيطب كنحس به منتعش الصراحه جربتهم زوينين ديال فيشي بالنسبه لي زونبول ديال الشعر ديال باش ما يبقاش يطيح الصراحه راه قربت نكملها يعني باقي ليا غير شي حاجه باقي كيطيح ليا زعما كيما كان صراحة يعني لي زونبول ما عطاونيش واحد الريزولطا طاد فرق تقلق معنا اللي كنقطعهم ليه كديري غير شويه منو البنات ماشي بزاف حيت غير هاد الشويه غادي تاطال ليا في وجهي المهم انا ما كندير حتى حاجه لوجهي من غير هادو كريم دو جور كريم دو نوي وكنغسل ليا اما بلا روش بوزي ولا كنغسل بهذا اسفير المهم هادو بجوج هما باش كنغسل هاد اسفير حتى سلمى كتغسل به كيعجبها المهم اخيرا نمشي نعود اخيرا احمد دير الحبوب بالبوماده الصفراء دجنا باش يسمحوا لك كاملين المهم هذه طريقه زوينه باش يكونوا فيك الحبوب ماشي لي بوان نوار الحبوب الحمرين من فوخين ديري لهم البوماده الصفراء غتصبحي 5 المهم فاش كندير كريم دو نوي كيعجبني غير واحد القطيره ديال هاد فيتامين او غير قطيره ماشي تقطيره كندير غير هكا عزيز عليا هنايا في البلايص ديال لي غيد زعما ها نوصلوا لي غيد ما عرفش غنديرو شي ندير التجميل ياك احمد نهار وصلوني التجاعيد نمشي ندير التجميل مثلا نضحك مع كل لاج ولا الشارم ديالو مي انا صراحه ماشي كونتخ المرض ديال التجميل فين هو المشكل يمكن حتى شي مشكل مثلا وجهك ولا كله لي غيد محفر وبغيتي تقدي وجهك فين هو المشكل مكاينش مشكل المهم غنقول لكم هنايا تصبحوا على خير غنخليكم نمشي نتكا الى هداني كنش التليفون شي تحت الجورونس 3 المهم تصبحوا على خير مع فيديو جاي الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك والا كنتوما مابونينش ما تنساش تهبطوا تابونا كاين جديد كاين فيديوهات في المستوى واللي ما كاينش في الانستغرام ادخل غنحط لكم هنا دخل ضروري باش انت تفوز يعني كندير مسابقات الانستغرام فخاص حتى اليوتيوب يشافكم كنموت عليكم المهم البنات جيت نضبطو راه هنايا وانا متصدم وقلت نشاركها معكم هاد السله نسيتها فيها الحوايج خصهم لي تطوا وهنا كانت سلمى متكيه خلات بلاصتها بحال هكا هنا مالك كانت كتلعب خلات بلاصتها بحال هكا المهم ما نقولش لكم صافي غادي نمشي الناس وغنخلي هادشي هكا دونك سوق وحده يلا تبعوا